النساء تنظر لأن قضية قضية مهر قضية سيادة لنا حقية ونستطيع أنا في الشارع بصفتي نعم يعني موضوع القيادة اللي كان لدي اليوم كان لدي اليوم قبل قدوة نعطي سيارة اليوم في شريحة قوية وفي شريحة ضعيفة صفتي أنا ما أدرش معها ورئيس لجنة التعليم أنا نعم على العميد مبروك ضو خليفة عضو المجلس البلدي داخل مدينة بن وليد التشرف بحضور هذه الورشة التي يرعاها ويشرف عليها مكتب الاتحاد العام للشباب داخل الجامعة ومكتب شؤون الطالبات داخل الجامعة العملاقة هذه الورشة اليوم برعاية هذا الاتحاد تنص على تفعيل دور المرأة لتقلد المناصب القيادية داخل مدينة بن وليد وداخل ليبيا أسوة بالحكومة الوطنية التي تم تسليمها مهامها وزارة الخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية نتمنى من جميع المجالس داخل ليبيا تكليف العناصر النسائية بهذه المهام لتولى مهامها داخل كل مجلس بلدي داخل ليبيا وشكرا.